السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة طريقة عمل البفتيك. تعالوا مع بعض نشوف ازاي تتبليه وازاي يطلع في الزيت مقرمش وجميل وما يفكش منك. تتبيلتها بسيطة جدا. تعالوا الأول نفتح قدامكم البفتيك ده. طبعا في بفتيك مصري وفي بفتيك مستورد وفي بفتيك بلدي. تعالوا مع بعض نشوفه ونقطعه مع بعض دلوقتي ونوريكم الحجم بتاعه. زي ما انتوا شايفين طبعا البفتيك اهو بالطريقة دي، الراجل مقطعه فيه قطع كبيرة. يعني القطع الكبيرة دي احنا هنقسمها كده مثلا علشان تعرف تستوي في السوا براحتها. هنغسلها بس غسلة بسيطة كده من الدم وبعد كده نرجع لكم تاني. احنا كده خلاص غسلناه قطعناه اهي، يعني مثلا القطعة كده اهي. طبعا لو انت عندك شاكوش والسهم كده تخين مش عاجبك، هتجيبي الشاكوش بتاع البفتيك اللي بيعمله جزار وتدقي من هنا وتشدي لورا، تدقي من هنا وتشدي. دلوقتي اللي هنتبله بقى، عندك مية بصل اهي، وعندنا هنا البهارات دي. يعني انا حطيت ملح على شطة على كمون على فلفل اسمر على بهارات لحمة مشكلة، يعني حوالي معلقة كبيرة بهارات مشكلة. وعندنا خل، حط ربع كوباية خل على عصير البصل. طبعا هو الأحسن إنك تتبليه من بالليل لو انت هتعملي تاني يوم. أنا دلوقتي مثلا الساعة 6 الصبح دلوقتي هنتبله لحد ميعاد الغدا. خلاص هنحط مع بعض طبعا البفتيك بتاعنا كده كده. البهارات كده مش كلها، بعدين نكمل. دي قطع بتبقى يعني صغيرة قوي من التقطيع، طلعت من التقطيع برضو نحطها عادي مش مشكلة. كده خلاص خلصنا الكمية. نحط بقى ايه، معلقة خل، لا ربع كوباية خل. كده احنا حطينا حوالي ربع كوباية خل وحطينا باقي البهارات بتاعتنا المية الملح والشطة وبهارات اللحمة والفلفل الأسمر. انا مزودة طبعا حاطة بهارات لحمة، حاطة كزبرة ناشفة كده. طبعا هنحطهم كده، ادي ميه البصل اهي. اي حابه تسيبيهم في الثلاجه، حابه تسيبيهم بره، بس انا هحطهم دلوقتي في الثلاجه، غلفهم بستريتش الشفاف وحطهم في الثلاجه لحد قبل الغدا. نرجع نقول لكم بقى ايه هي باقي طريقه التحضير البفتيك. ورجعنا لكم تاني. كده احنا طلعنا اهو البفتيك من الثلاجه، معانا بيضتين، هنحط البيضتين دول على البفتيك على طول، وبعد كده نطلعه نحطه في الايه، في البقسماط، وبعد كده على الزيت. كده حطيت البيضة اهو، قلبته مع بعض مع مية البصل بتاعة البفتيك. هنطلع اول قطعة مثلا معانا من هي دي، هنتبلها كده، نضغط عليها جدا، لازم تضغطي عليها جامد كده، تضغطي عليها جامد كده كده. من الناحية التانية برضو هكذا. كده وبعدين نفضها كده كده، تبقى بالشكل ده. نعمل التانية. طبعا انا حاطه الزيت على النار، نحطها الاول على نار عاليه وبعد كده هنهدي خالص تستوي براحتها عشان اللحمه
تاخد راحتها. وانا حاطه خل، الخل ده كمان بيساعدها على التسويه. كده في ناس طبعا بتحط شطه على البقسماط ودقيق كده. نكمل باقي البفتيك اللي معانا هنا، نرجع لكم تاني. كده احنا خلصنا كمية البفتيك اللي كانت موجودة معانا. حطينا زيت على النار، دلوقتي ناخد بقى نحطها كده اهي. طبعا الزيت على العالي دلوقتي. كده ابدأ بقى اهدي النار عليه عشان يستوي براحته، نرجع نشوف تاني. ورجعنا لكم تاني. كده احنا خلاص خلصنا كمية البوبتيك اللي عندنا، طالع جميل اهو. الطبقة اهي ماسكة نفسها اهي. عندنا واحدة تانية اهي برضو، عشان هو سخن بس مش قادرة امسكه. عندنا طبقة اهي اهي. وبألف هنا وشفا، جربوها وقولولي رأيكم ايه. مع السلامة.